نأتي الآن إلى معاني المفردات التي وردت معنا في الآيات. أنا وضعت لكم، طب لحظة شوي بس، هاي حقيقة وضعت لكم المعاني باعتبار أنه نحن يعني استعرضنا الأفكار، ففينا نستنبط المعاني، وأنتم حتساعدوني باستخراج الكلمة الواردة في الآيات. نأخذ أول كلمة، اختلافاً والتباساً. يلا طيب نشوف المشاركات. إسراء، يلا تفضلي حبيبتي إسراء. يلا واحدة واحدة، أنا حسب ما يعني شايفة الأسماء عندي كلكم إن شاء الله حتشاركوا. يلا تفضلي يا إسراء. أنسي عوجاً اختلافاً والتباساً، معنى اختلافاً والتباساً عوجاً. أيوة ممتاز، إذن اختلافاً والتباساً عوجاً. أنا كان قصدي إسراء طبعاً، ما انتبهت إنه ما شاء الله في إسرائين. طيب شكراً لك يا إسراء جلول. طيب إسراء الضبعان، ما معنى عذاباً؟ أو عفواً، ما هي الكلمة التي معناها عذاباً؟ بأساً. بأساً، بأساً، أيوة. إذن بأساً، صح أحسنتي. بأساً شديداً من لدنه، يعني أيضاً يعني سبحان الله أنه هو العذاب الذي يعني جاء به القرآن لينذر هؤلاء أهل الباطل وأهل والكفار، ينذرهم من ماذا؟ من عذاب شديد، البأس والعذاب الشديد، ومن أيضا يعني زيادة على أنه هو شديد، زيادة على أن يعني على قوته، يعني شوفي أنه كيف التصوير، أنه هو من الله سبحانه وتعالى، من لدنه، يعني من الله سبحانه وتعالى. طيب يلا ناخذ مين يا حنان الوهوب. مهلك، هذا معنى لكلمة مرت معنا في الآيات، مهلك. ما بعرف، خلي حدا غيري يجيب، ما نتذكر تسميه معناها. طيب أقرأ لك الآيات؟ لا أشي، أنا حفظانة الآيات. طيب. أنا حفظان الآيات، أنا حفظان الصورة. طيب. كلها، بس ما نفهمان كيف معناها. يلا طيب ماشي. سلام، سلام، تفضلي سلام نبات. أيوة أنسي معك أنا. إيه؟ باقي هي مهلك. إيه؟ ما شاء الله، صح أحسنتي. إذن يقول الله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم، يعني يا رسول الله أنت أهلكت نفسك. ليش؟ لأنه يريد دعوة الكفار للحق، يريد دعوتهم لأمرين، لأنه هو طبعاً هو هدول أهله، عشيرته، قبيلته هدول، فهو خايف عليهم من عذاب الله، اللي هو أصلاً اللي مثل ما هلا وضح، يعني جاءت الآية قبل ذلك أنه وضحت أنه القرآن أنزل لماذا؟ لينذر بأساً شديداً من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد يعني دائماً هو في شو بيقولوا هيك، يعني عنده دائماً هم أنه بده كل الناس اللي حوله تدخل هذا الإسلام العظيم، طبعاً بما فيهم ابتداءً كان هو قوم قريش، لأنه طبعاً قوم قريش كانوا هنا سادة أهل مكة، فطبعاً بإيمانهم أو باتباعهم الإسلام سيلحقهم الكثير. فكلمة باخع إذن هي مهلك. طيب نأخذ كلمة تراباً لا نبات فيه، هذا معنى لكلمة. أنت بجاوب أنا؟ طيب يلا حنان، ايه تفضلي حنان. جرزة. أيوة جرزة، صعيداً جرزاً. الصعيد هو التراب، دائماً احنا بنعرف انه الصعيد هو التراب، لكن شو يعني جرزاً؟ يعني لا نبات فيه، لأنه الله سبحانه وتعالى شو قال؟ قال انه لحظة شوي، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً. نعم إن لجاعلون ما عليها صعيداً جرزة. أيوة إن لجاعلون ما عليها صعيداً جرزة، إنه هي الزينة اللي الله خلقنا إياها على الأرض، شو أخير شيء حتصير؟ إلى ماذا ستتحول؟ إلى تراب. لا تراب رح. طيب يا نأخذ معنا روان. يلا روان، منعناهم من سماع الأصوات حتى لا يستيقظوا. ماذا تتوقعين أضربنا من الكلمة؟ أيوة فضربنا، صح بارك الله فيك روان، فضربنا على آذانهم. هون دخلنا بقصة أصحاب الكهف، إنه الله سبحانه وتعالى عم يوصف لنا كيف كان حالهم، إنه هنا دخلوا على الكهف. بعدين طبعاً إحنا حنتناولها بتفصيل، إنه دخلوا طبعاً على الكهف والله سبحانه وتعالى نومهم لـ300 سنين أو أكثر. فليش الله سبحانه ضرب على آذانهم؟ حتى لا يسمعوا الأصوات ويبقوا نائمين طبعاً، وتظهر بعدين قدرة الله وإعجازه. طيب ناخذ اسماء الشيخ. اسماء الشيخ، ايه تفضلي حبيبتي. شو
أيقظناهم من نومهم فبعثناهم أيوة شكرا لك يا سارة. إذن أيقظناهم من نومهم فبعثناهم أو بعثناهم. طيب ننتقل الآن، يعني استعرضنا أهم الكلمات. في عنا هون كلمتين يعني هي ناخدها هيك بسرعة، يعني نشاط سريع إذا كان حدا بيعرف ما بتعرفوا من أجلهم لبعدين. في كلمة ماكثين فيه أبدا، ما معنى ماكثين؟ فاطمة تفضلي. فاطمة طه، ماكثين فيه أبدا أي مقيمين فيه أبدا. نعم، إذا مقيمين فيه أبدا، أحسنتي. شكرا لك يا فاطمة. طيب أسماء، أسماء الشيخ. نعم أنسي. رشدة. الهداية. فتية آمنوا، أيوة الهداية، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. لحظة شوي أنا لازم أفتح الآيات لأنه هون رغم أني طبعا حافظتهم. مين يذكرني بالآية اللي هي فيها رشد؟ أنا بذكرك فيها. يلا فاطمة. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بارك الله فيك، شكرا يا فاطمة.